الاتحاد السعود هذايا لا حباه لو فيام تاع الملعب الكابسي، واللي حتى هما نجم تقول ضحوا معانا وبرشا ستريس، والحمد لله وان شاء الله ديما قدام وديما ستاد كابزيان في العلالي باذن الله. اليوم تنجم تقول ارتحنا نفسانيا وبدنيا وكل شيء وستاف، كل الناس كل تعبت والحمد لله، الحمد لله يا ربي فرحنا الناس كل وفرحنا الكابسيه الكل. سالي غسلوا تعديتي ذول غسلة كبيرة، أما جمعيتنا ما يعني تقول تلعب أطلوها السيوتي، يعني جمعية ما ناقصها شيء، ناقص كأن الناس صافي قلوهم مع بعضها، حرام عليهم وصلوا السيوتي الحال هذه برشا ناس، واحد يخلوني تثبت أنا وبعض من بعض من الهيئة. برافو يعني ملعبيه كانوا رجال، ومبروك الملعب الكابسي خويا. ماتش صعيب برشا، تعرف قابس والرهان اللي جاء عليه الملاسين بالذات. الحمد لله والله الاولاد عطاو ما عندهم، وفقنا ربي في اخر وقت باش ماركينا بونت الربح. مازالت مهمتنا ما وفاتش، عندنا ماتش صعيب زاده في الكيف نهار السبت بعد دو جور. نمشي وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ونتهنيو الجماعه على الجمعيه. الولاد كانوا ستابل جوسكو بو، الحمد لله ان شاء الله نزيدوا ندعموا الانتصار هذا كما نقولوا في بارتي الكيف، ان شاء الله باش نزيدوا نضمنوا يعني البقاء 100%. نحب حاجه نوجهها يعني لجماهير النادي الاولمبي للنخل، نحب نعرف علاش يعني فاقت جماهير النادي الاولمبي للنخل في الاخر وقت يعني كدنا نلعبوا كما نقولوا على التيوح، علاش ما جاتش من الاول يد الناس الكل على خاطر الجمعيه نتاعنا تهون. ما يعنيش راهو اذا نهضوا بالنادي الاولمبي النقل ونمنعوه سنة، عباره عن اكسبلوا كبيره. اكسبلوا كبيره عشتوا انتوما، عاشت الصحافه، عاشت الناس الكل، النادي الاولمبي النقل والسلم ما ينجمش حتى ياخذ نقطه على مستوى ميدانه، فما برشا حاجات للمراجعه، برشا حاجات للتصليح، ان شاء الله المقابله القادمه امام اولمبيك الكيف نكملوا نحضروها. نحضروها ان شاء الله خير، مطالبين بنقطة على ما اعلم انا، مطالبين بنقطة باش نجموا ونبقاو ضمن الفريق الفرق نتاع الوطني بي. ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نبقاو عايش كي الحمودي، ان شاء الله نبقاو وما نخليوش النادي الاولمبي النقل كل مرة في الوضعية هذية، خاطر ما يستحقش باش يلعب على تفادي النزول، وما يستحقش هذية هالخنقة والتعب والعذاب هذا ان شاء الله. صراحة شفنا كل شيء في التقرير هذا، شفنا الفرحة، شفنا الناس على العناق، شفنا دموع سي علي الكعبي، شفنا كلام نتاع ماهر الجيزاني مدرب الأولمبي للنقل. لطفي نقولوا محليها الفرحة معناتها في الكورة. بالطبيعة الفرحة هذيك معناتها الريكوبونس تاع عام كامل تخليك معناتها تفرح بالطريقة هذيك، خاصة كي تبدا مثلا انا عشت معناتها كلاعب معناتها عشت مرتين معناتها في السعود ونبيك كيف معناتها فرحه كبيره برشا، وزاد الفرحه اكبر اذا كان وقت نهار مثلا جمعيتك تمنع من السقوط، فرحه كبيره برشا. معناتها الفرحه نتاع الفريق اللي يمنع من النزول اكثر من فرحه الفريق اللي يصعد. صحيح اللي عاشهم معناتها زوز يعرف اللي كونه قيمه فرحه نتاع البقاء في معناتها في الرابطه الثانيه ولا اي رابطه معناتها عندها قيمه كبيره برشا، خاصه بريسيون كبيره برشا معناتها بالنسبه للتفادي النزول. شنو تعليقك على الوضعيه نتاع سي او تي الموسم هذا؟ سي او تي الوضعيه نتاعو السنه تحير برشا، خاصه احنا نشوفوا اللي كونوا سي او تي عندهم معناتها فريق كبير برشا. انا واحد من الناس معناتها ريتهم ولعبت ضدهم معناتها كيلكو ماتش معناتها من عام ناول السنه. عندهم لاعبيه معناتها ينجم يكونوا ينشطوا في الرابطه الاولى. عندهم لاعبيه ينجم ينشطوا في الرابطه الاولى كيما عندك حاتم يتلشقر، عندك الهذلي مراد الهذلي، عندك جلاسي، عندك بن علي، عندهم معناتها فريق يكون معناتها الملاعبيه دو كاليتي. يمكن السنة عملوا ديبار باهي بعد ما نعرف شنو اللي صار اللي خلاهم معناتها التاريخ. لطفي ذور لي معناتها كي نشوفوا تاريخ سي او تي ملاعبيه كبار برشا للمنتخب الوطني التونسي واكبر جمعيات لعبوا معناتها اولاد ملاسيين اصلوا معناتها لعبوا في سي او تي قبل. صحيح سي او تي احنا انت لعبت معناتها انا واحد من الناس لعبت ضدها حتى في لي كاتيجوري صغار، ديما معناتها لي كاتيجوري صغار يكونوا عندهم بيبنير كبيره ويكونوا ما يلعبوا ديما على البطولات في لي جون. ما نعرفش توا شنو اللي صار لهم معناتها شنو اللي صار في سي او تي، مي سي او تي راهي ديما جمعيه كبيره وان شاء الله معناتها
زدالي والناس كل تلتف على على السي او تي خاصه تو داكوردو مازالت ما منعتش ما ان شاء الله احنا نتمنوا لكون الناس كلها تكون معناتها تحترم ميثاق الرياضي وان شاء الله احنا نتمنوا لكون السي او تي كبيره ان شاء الله تبقى في الرابطة الثانية ان شاء الله. بلطفي انا باش نعطيك رقم غريب شوية من عجائب الارقام، يمكن اخر مرة صعدوا الملعب الجيبسي والأولمبيك الكيف مع بعضهم تعرفش عم قديش صعدوا مع بعضهم فرد عام، الله يصعب شوية 57-58 اوبا هاو يعاودوا 2012 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقوا في الرابطة الثانية زعما بقوا في الرابطة الاولى معناتها كملوا في الرابطة الاولى ولا لا طاحوا بعد عام للاسف ان شاء الله ما يتعودش السيناريو ان شاء الله ما يتعودش ان شاء الله ما يتعودش وان شاء الله احنا انا مثلا نتكلم معناتها باسم معناتها اولمبيك كيف ان شاء الله تكون معناتها تبقى في الرابطه الاولى وزاد كيف كيف ان شاء الله جابس باش تتبدل شويه المعطي معناتها اكل النظره اللي كونوا اللي يطلع ديما للرابطه الاولى في عام يتيح معناتها فما كلكم معناتها ايكيب اللي يبقوا معناتها كيما الكيف قد 5 سنين كيما برشا ان شاء الله معناتها المره هذه تتغير المعطيات ان شاء الله. به في الحقيقه لطفي فريق اخر هو قاعد ينافس على صعود الاخر جوله تاع جوله اليوم امس هو اتحاد بن قردان اللي رغم انتصاره على فريق جمعيه جربه الا انه ما تمكنش من الصعود. نشاهدوا ريبورتاج الخاص بالمقابله هذه مع زميلنا هادي العمراني ثم نعود. ضرورة الانتصار لاتحاد بن قردان أمام جاره جمعية جربة فرضت عليه الدخول مباشرة في صلب الموضوع والخروج بثلاث نقاط ثمينة بما أنه مازال معني بالصعود لكن يبقى الرهان مربوط ببقية النتائج. جربة ما عندهاش حتى بريسيون مي نتصور باش تلعب الكرة للكرة وتحاول باش تربح تروا بوا متاعها وإحنا زاد نحبوا نربحوا تروا بوا متاعنا وإن شاء الله قدرة ربي لاباس إن شاء الله ربي معنا. اليوم عندنا ضغط باش نلعبوا مقابله عاديه باش نحترموا الميثاق الرياضي اهم حاجه ان شاء الله ندور مقابله باهيه زي ما تعرف معناها جمعيه بن قردان ولا جمعيه جربه جايين باش نلعبوا الكوره وكل واحد وحدوده حتى احنا نحب نحسنوا الكلاسمون تاعنا. الشوط الاول من المباراه ما شهدش مستوى فني كبير وكانت فيه السيطره نسبيه للفريق الزاهر فضل فنيات وتمريرات اللاعب الشاب توفيق الشابي واللي قلق برشا دفاع الجمعيه. ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول المتميز توفيق الشابي يتلقى الكرة داخل 16.50 يروض لغالة حارس جربة. الفريق الضيفي يواصل ضغطه ويفرض سيطرة مطلقة على ردهات هالشوط لكن دون تجسيم باش تنتهي 45 دقيقة الأولى تقدم اتحاد بن قردان بهدف لصفر. أقل من 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني لاعب جمعية جربة الهادي بوخريس يتلقى الكرة في ظهر دفاع الاتحاد ويتمكن من تعديل النتيجة. بعد هدف التعادل رجع الفريق الزائر وفرض سيطرة مطلقة وهدد مرمى حارس الجمعية في أكثر من مرة باش يتمكن بعد هاللاعب مالك كردة من تضعيف النتيجة للاتحاديين مع مطلع دقيقة 30 اللي استغل كرة مرتدة من حارس حكيم عبدالله وسجل الهدف الثاني. الجمعية حاولت الرجوع في النتيجة لكن كرة عامر كان لها القائم والدفاع في الموعد باش ينتهي اللقاء بفوز اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف. وبالرغم من انتصاره وتقديمه مردود طيب في نهاية هالموسم فإنه اتحاد بن قردان ما تمكنش من الصعود. إذا كان ترتيب جمعية جربة في صنف الأكابر ما يتمشاش وطموحات الجهة فإنه أواسط هالنادي كانوا عند حسن الظن وحقوا أماني مسؤوليهم وأحبائهم وتوجوا بلقب البطولة في صنفهم ولذلك قامت الهيئة المديرة للجمعية تكريم هالفريق فبرافو الأشبال الجمعية الرياضية بجربة. حسنا على بطولة النصر الأوروبي هذا كل مجهود جماعي مش مجهود قيس الدريدي برك مجهود ملاعبية ومسؤولين وجربة كل فهمني الناس خدمت بالظروف الموجوده جنرال تحققنا معناتها الهدف اللي رسمناه. البطوله هذه تعبنا عليها برشا واستحقيناها برغم ظروف صعيبه عشناها الحمد لله ربي كنا الاولاد كل سوليدار مع بعضنا الاوبجيكتيف تاعنا باش ناخذوه الحمد لله ربي زينها في الاخر. في الدومي فينال وفينال معناتها حسينا فما عباد جاو كان في البارتي الاخرى تاع السيزون اما قبل العادي الانترونور وجوارات وديريجون نهار الماتش يطلع معنا في الكاركاب
الظروف تاع الانترينمون ونترينيو بساعة الذكور وحتى الدوسارات ما فماش وكل ما فيك وحطينا في قلبنا ولعبنا وكو. بالطبيعة كما كنتوا تشاهدوا مردود كبير ونتائج مشرفة لاتحاد بن جردان اللي الحقيقة معناتها كان أمن بروحه منذ بداية الموسم، راهو كان واحد من المتراهنين الجديين، هو بالفعل كان واحد من المتراهنين الجديين على الصعود. إن شاء الله بالخدمة ذي يواصلوا الموسم القادم وإن شاء الله يبقى الصعود بالطبيعة جائز لكل فرق الرابطة الثانية. لطفي كلمة على المردود متاع اتحاد بن جردان خاصة في الفاز روتور، نتائج معناتها شفناها الثالث نتاع الترتيب قبل جوله من نهايه البطوله. صحيح صحيح، بن جردان نجم تقول ظروف ظروفها كما ظروف اولمبيك كيف تاع الموسم الفارط. انا مثلا نعرف اللي كانوا بن جردان من اوائل الفرق اللي بدات في التحضيرات تاعها، بدات لوديس اوت معناتها في رمضان عملوا الريكروتمون تاعهم بالكدا، كانوا الريكروتمون تاعهم مدروسين، بدوا معناتها حتى البدايه نتاعهم ما كانتش خايبه، ما في الروتور معناتها قاموا مع مجهود كبير برشا وخلتهم معناتها يكونوا متراهن جد معناتها جدي على الصعود. وعندهم معناتها السي عز الدين خميله كي جاء عرف كيفاش يرتب البيت ويعرف كيفاش يتعامل مع الايفكتيف اللي عنده، ينجموا يبنيوا على الموسم هذا الموسم القادم. بطبيعة الحال احنا نشوفوا توا بن جردان اللي كونها الايفكتيف نتاعها اللي بدوا بها معناتها بريسك اللي كملوا بها عمناول لا ماجوريتي نتاعها معناتها كملوا بها معناتها بدوا بها السنه عملوا معناتها دي ريكروتمون وخدموا معناتها سيبلي بدا بها سي حكيم عون وسي عبد الطيف زمزم بدوا من الاول معناتها في البريباراسيون. بعد جا سي عادل الاطرش، بعد سي عادل الاطرش جا سي رمضان. دونك الناس كلها معناتها دولت على الفريق معناتها تنجم تقول الحاجه هذه اللي خلت شويه تكون معناتها ستابيليتي نتاع ليكيب ماهيش في التوب نتاعها. كي جا سي عز الدين خميله خذا الامور معناتها بجديه وعمل معناتها